نفذ العاملون في قطاع التاكسي الفردي المنضمون تحت الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمراجعة القرارات الاستثنائية التي شملت القطاع لمساعدتهم على مواجهة انعكاسات الحجر الصحي العام على أعمالهم، ومنها ما تعلق بإسناد قروض مباشرة من صندوق 16-26. القرض هذا يحبوا يخلصوا به هو شركات التامين، تمشي انت تهز لهم وثيقه التامين باش هم يخدموا بها رجال الاعمال. الناس مخلصه تامين على 5 مقاعد وهي اليوم تهز في 2 مقاعد. قلنا التامين، احنا قدمنا مقترح للسيد وزير الماليه، قلنا له اقل شيء التامين يلزم يكون 50% وتبقى ديما الشركات رابحه ماهيش خاسره حتى شيء. متى هذا؟ يقول لي قرض ب 3 ملايين، متفاهم هو وزاره الماليه نتاع لاسيرونس، يقول له هز الشيك هذا، هز ولا سيرونس، انت راك ما تاكلش. الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي طلب ايضا بمراجعه قرار تاجيل تسديد ديون الشركات الايجار المالي باعتبار انها تدخل في خانه اعاده جدوله الديون. وقت القرار الحكومي يقول لك راهو على اساس انه باش يقع تاجيل الاقساط، احنا اليوم بالنسبه لليزينغ راهي قاعده تعمل له في اعاده جدوله باش يصير لانتيريس على المده اللي مازالت الكل، وهذا غير منطقي وغير معقول. زاد كذلك المنح اللي اعطاها تاع 200 دينار، الصناع يعلم بهم ربي، الصناع مع ناس ما عندها وين تخدم، فما ناس اللي قاعده تبطاله، منين مش يصرف؟ المنح ما وزعوهاش للصناع على اساس عادل، المفروض راهي الناس اليوم الكل راهي خذات المنحه نتاعها. كما طالب المشاركون في الوقفه الاحتجاجيه الحكومه بالتسريع في النظر في مطالبهم واتخاذ التدابير اللازمه لتشمل المساعدات الاستثنائيه كل العاملين في قطاع التاكسي الفردي.